أحداث متسارعة في طرابلس جعلت منها محط اهتمام دولي وبالأخص وسائل الإعلام الدولية، من بينها صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، ذلك حول قرار السراج بوضع بشاغة قيد التحقيق. الصحيفة الإيطالية قالت في تقريرها: انفجر الصدام داخل حكومة الصخيرات بين فايز السراج ووزير داخليته فتح بشاغة بشكل مثير، وأصدر السراج قرارا بإيقاف بشاغة عن العمل بعد التشاور مع أعضاء المجلس الرئاسي بمن فيهم نائب السراج أحمد معيتيق من مدينة مصراتة منافس بشاغة. صحيفة لا ريبوبليكا أوضحت أن السراج أوقف بشاغة ووضعه قيد التحقيق بتهمة عدم منع بعض الميليشيات في طرابلس من إطلاق النار على بعض مظاهرات المواطنين، وكانت تلك المظاهرات نظمت في الأيام القليلة الماضية في طرابلس ضد الحكومة نفسها، ضد الفساد ونقص الكهرباء. ومن الواضح أن السراج الذي كان يراقب بلا حول ولا قوة ازدياد الوزن السياسي لمنافسه بشاغة، لهذا أخذ المبادرة لوضع بشاغة تحت النيران متهما إياه بعدم التمكن من إدارة الميدان. الصحيفة الإيطالية أشارت في تقريرها إلى طلب بشاغة بث جلسات التحقيق على شاشة التلفزيون مباشرة، كما وصفت بشاغة بأنه ذو علاقة قوية مع تركيا وقطر، وتربطه علاقة مع الوكالة المركزية والاستخبارات البريطانية، مما يدل على عملته للغرب. واختتم تقرير لا ريبوبليكا بأن الصراع بين السراج وبشاغة سيكون له أثر فوري يتمثل في إضعاف حكومة الصخيرات، ويعقد بشكل خاص عمل تركيا التي اعتمدت على السراج وبشاغة للحفاظ على دورها في طرابلس لتحقيق أطماع أردوغان. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.